المرحوم علي مهدي وزيد السومري الله يرحمهم. يعني ما أعرف أمانة حتى خان التعبير إنه شو سوالف عنهم، شباب عمر الورد غادروا والحياة خسارة كبيرة للوسط الشعري. الحاح الجمهور إنه من نشرت إنه أنت تكون ضيفي قالوا زيد كل الصديقة، ووفاء عن العلي أكيد تطلع صورته لأنه مسوى. زيد صديق، إحنا قبل شهر تقريبا، أقل الشهر تقريبا، كان أكو مهرجان هنا أنا بواسط، فالتقيت بزيد صورنا فيديو وقال دز لي اياه، دزيت لي اياه، فكان اكو بالفيديو كلام عن الموت وهيجي. والله الله يرحمه، خساره كبيره، الرحمه والغفران لهم اكيد، الله يرحمه، والله يصبر اصدقائهم واهلهم، وان شاء الله مصيرهم الجنه ان شاء الله. ان شاء الله. كلمه اخيره لك. مو هي شنو استاذ مسلم، هو ليش احنا نقول خساره؟ لانهم شجعان فعلا، وكلمتهم كلمه حق فعلا، ثوار كانوا ثوار. نعم، الله يرحمهم. الله يرحمهم يا رب، ويصبر اهلهم ان شاء الله.